جهل وظلم فرقه وقطيع شرك وضلال هكذا كان الحال فياذن الله باشراقه فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله وانك لعلى خلق عظيم فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله احد من البشر فقد ثبت انه كان اوفر الناس عقلا اجودهم نفسا ارحبهم صدرا اشدهم حياء كان اشجع الناس وازهدهم في الدنيا واكثرهم تواضعا يعين اهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم الى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الاديب العالمي ان شريعه محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمه ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل امره ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل الا انه الواسطه في حمل رساله رب العباد الى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشريه بمكافاته فقد عاش حياته يبلغ الخير لامته ولم يكتف بهذا بل سال ربه ان يشفعه فيهم يوم القيامه وصدق الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين